اهلا بكم. المصريين شعب مبدع في تبويض سنانه، صحيح، وعندهم قدرات خارقه في انهم يتعاملوا مع سنهم بمنتهى القسوه وبمنتهى الهمجيه حقيقه يعني. وده مش شتيمه، لان احنا من المصريين واحنا بنعمل كده كلنا يعني الحقيقه يعني احنا الشعب بتاعي الوحيد اللي في مصر اللي بياكل دوم في العالم، يعني اللي بياكل دوم. انا ما اعرفش الدوم، يعني في ناس دلوقتي طبعا اللي هم الهاي لايف يقول لك دوم مين يا عم، احنا ما بناكلش دوم. احنا برضو من شعوب العالم القلائل اللي بياكلوا عصير قصب، بيمصوا القصب، يمسك القصب دب كده. احنا برضو عندنا المكسرات، يعني ما زلنا معتقدين ان احنا لازم نمسك المكسرات ونقعد نكسرها بسناننا. عندنا بقى الخله، يعني احنا ابطال العالم في الخله، بتهيألي ان الصين بتصنع الخله تصديرا لمصر، ده اساسي. احنا عندنا ايه تاني؟ عندنا حاجات كتيره قوي. احنا عندنا الشوكولاته بتدخل مع اللبان مع البونبوني مع الحلويات، وطبعا احنا عندنا حلويات في كل ايام السنه، يعني احنا في المولد بناكل حلويات، في رمضان بناكل حلويات، في العيد الكبير بناكل حلويات، في العيد الصغير بناكل حلويات، في السفره في الصالون هتلاقي فيه حلويات. فالقصه سناننا مش في امان، احنا بندمر سناننا. والعصب الالم فيه انتوا عارفين كهربا يا معلم. انا عايز افهم هذا الكلام بالتفصيل ونشوف بقى العصب ده هنتعامل معاه ازاي، ونشوف ايه اللي بيبوظ سناننا لغايه لما نوصل ان اتقال لنا جمله كانت زمان لما بسمعها يعني مخيفه جدا، انت لازم لك حشو عصب. والله الواحد لما كان بيسمعها كده كان تحس ان هو مثلا ايه، ان الحاجه دي تدخل في نافوخه، يعني الحشو ده هيبقى في نافوخه فعلا. بس دلوقتي الطب اتقدم والاسنان الحقيقه قفزه مذهله حصلت فيها، وخصوصا مع ضيفي طبعا قيمه علميه متميزه جدا جدا، ويعني تالق غير عادي وجماهيريه في وقت قصير للغايه احرزها معانا، واضافه كبيره جدا للدكتور، وطبعا منور الدكتور القيمه والقامه العلميه المتميزه جدا الاستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس بكليه الطب الاسنان جامعه عين شمس، والدكتوراه في علاج الجذور جامعه عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعه عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان بالولايات المتحده الامريكيه، وعضو الجمعيه الامريكيه لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعيه العالميه لطب الاسنان الرقمي بالمانيا. اهلا بك. اهلا بك يا دكتور ايمن. انا حكيت حكايه طويله عن مغامراتنا مع القصب والدوم وحاجات تانية كتير، وكله بيدخل على السنان على العصب. ايه اللي بيحصل بقى؟ هي المشكله دايما ان زي ما يمكن اتكلمنا مع بعض المره اللي فاتت في الحلقه، ان العصب ده من الحاجات اللي معلقه في منطقه مقفوله الالتهاب فيها. يعني انا اول ما اي حاجه عندي بتورم ولا بتتعب بيحصل فيها سواء التهاب، لسه اي مثلا يقول لك الحته دي ورمت الحته دي مش عارف ايه، السنه ما بتورمش يعني السنه مقفوله. فالضغط ده بيطلع في النافوخ على طول، فطبعا بتبقى مشكله. الواحد بيبقى الم السنان ده الم رهيب جدا نتيجه الخاصيه دي اللي في السنان من الاعصاب اللي موجوده جوه الاسنان. ال- 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 العلاج طبعا دلوقتي مع الميكروسكوب ومع التقدم التكنولوجي الكبير اصبح الموضوع محتاج رؤيه، محتاج خبره، محتاج تكنيكس جديده، لان زي ما بقول دايما للمرضى بتوعي ان طب السنان اصبح عامل زي مجال الكمبيوتر، ان كل 18 شهر تبص تلاقي تكنيك جديد طلع واجهزه طلعت، ولازم الواحد يبقى اب تو ديت علشان يقدر ان هو يواكب الكلام ده من التكنولوجيا. والحقيقه ان اللي بيخلي الدكاتره ما بيبقوش اب تو ديت هو ان المريض ما بيدفعش الدكتور لكده. يعني النهارده ما كل ما تلاقي دكتور تيجي تتكلم معاه تقول له انا عايز ايه رايك نطور كذا او نعمل كذا، يقول لك طب ما احنا ماشيين كده كويس، ما الدنيا جميله والموضوع كويس. فاحنا عشان كده نفسنا ان احنا نعلم الناس ان في النهارده حاجه احسن، في طب اسنان مختلف، في سيناريو مختلف، الهيستوري بتاع زمان ده اتغير، بحيث ان هو يبتدي يزق في مصر ان انا لا انا عايز النوع ده من الطب السنان، انا عايز اطلب النوع ده من الطب السنان، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نتقدم ونقدر ان احنا نخلي الناس كلها تبوش زمايلنا، ان احنا نقدر نبقى كلنا نشتغل بالميكروسكوب، نشتغل بطب الحشرات اللي بالكمبيوتر، نشتغل بالليزر، نشتغل بالاشعه الثلاثيه الابعاد. الكلام ده انا بحرص عليه دايما في محاضراتي ومع الطلبه وفي محاضراتي مع في خلال الكورسات والكلام ده كله، وبحرص عليه دايما برضه في التلفزيون ان هو لازم يا جماعه وي كان اوفر مور،
نقدر ندي عيالنا احسن ونقدر ندي عيالنا اكتر من اللي ممكن ان احنا نديه بالحاجات البدائيه العاديه. عظيم جدا. ايه اللي يخلي السنه توصل لمرحله انه العصب اتضرب؟ طبعا طبعا المينتاليتي دي برضه انت لسه بتتكلم ايجيبشن مينتاليتي ان احنا ما عندناش حته التشيك اب كل 3 4 شهور. يعني المفروض من 3 6 شهور اروح للدكتور السنان اعدي عليه كده اسلم عليه اعمل لي اشعه ثلاثيه الابعاد ابص على شكل السنان ابص على شكل الفك الدنيا فيها ايه حصل التهاب الكلام ده كله. فهو ربنا من رحمه ربنا لينا ان يعني السنه متكونه من 3 طبقات المينا وتحتها العاج وبعدين العصب. فبتدي التسوس يخش في المينا الاول تبتدي انت تحس بألم مع السويت. يعني لما تيجي تاكل حاجه مسكره كده تحس ان في حاجه بتلسع او كهرباء. بعد شويه تبتدي احس ان الالم بيزيد شويه يبتدي يدخل على العاج بقى. او كونتينيوس بدل ما كان ترانزيانت او بيختفي بسرعه يبتدي يبقى يطول شويه. كل ده ربنا عمال يديك في انذارات. لا روح بقى روح شوف الناس تكبر دماغ. يبتدي بعد كده يبقى يوصل بقى الالم اللي هو اللي لا يحتمل ده ان هو يخش على العصب. يبتدي بقى البني ادم مش قادر يشتغل ولا قادر ينام ولا قادر يحط راسه على المخده ولا الكلام ده كله. ده معنى ذلك ان انا وصلت لمرحله العصب. طب تعال نشوف مع بعض هدير. انا حاله هدير هذه الحاله موجوده في تشايني وايت وبدات تحكي قصتها. تعال نسمع مع بعض هذه القصه المثيره جدا لالم شديد عند بنوته اموره اسمها هدير. تعال نشوف مع بعض. يا مكسور جاي وقالوا لي ان هو لازم برضو لازم يتحشي خلاص. فانا الموضوع الحقن ان انا اخد كذا حقن عندي فوبيا اصلا منها وبقلق منه الموضوع ده. فقالوا لي ان لا حشو بقى عادي او حشو عصب هياخد كذا مره وفي كذا حقنه وفي وجع رهيب. فعشان كده انا خايفه ان انا اعمل الموضوع ده. حديث هي ده مش هي مش هدير بس ده وراها آلاف المصريين والمصريات بيخافوا من حقنة العصب وحقنة الكذا حقنة والحاجات دي كلها. بالظبط. هو هي الحقيقة هدير كانت عندها مشكلتين. كان عندها ضرس مكسور ووراه ضرس مش موجود. فاحنا يمكن نزود السسبنش شوية في برنامج الدكتورة عند حضرتك ان احنا قسمنا الحالة بتاعت هدير دي على المراديو نتكلم على المره الجايه برضو على الجزء. بس المره دي هنتكلم على العصب الضرس المكسور. الضرس اللي مش موجود اللي موجود وراه في الصوره ده هنتكلم عليه المره اللي جايه ان شاء الله. فهي المشكله طبعا زي ما اتفقنا ان احنا عندي دكتور في الوقت العادي بيشتغل من غير مايكروسكوب يبتدي ان هو بيشتغل بالتكتايل سنسيشن او بالحس. فهو اللي بيبتدي ان هو يفتح فالمفروض ان هو ماشي على الستاندرد. انا لما بمشي على الستاندرد السنان از نوت ستاندرد. كل بني ادم مختلف عن التاني وكل سنه في نفس بق البني ادم مختلف عن السنه اللي جنبها. فبالتالي انا النهارده اي دونت سي فابتدي اشتغل ابتدي يحصل معايا حاجات انا مش متوقعها لان انا مش شايف. فابتدي المريض لما انا مش متوقع فابتدي ياخد وقت اكتر ابتدي الدكتور يتوتر ابتدي المريض يحس بالم ابتدي اجيبه المره الجايه ابتدي على بال ما يستوعب بقى لا اصل دي انا هعمل اشعه لا اصل دي انا هعمل ايه ويفضل رايح جاي المريض في تخبط الدكتور ان هو الموضوع هياخد جلسات كتيره نتيجه لعدم رؤيه الدكتور. فاز كونست احنا دايما بقولها وبعد قالوها لنا بره واحنا دلوقتي بنطبقها في مصر يو كان نوت تريت وات يو كان نوت سي. ما تقدرش حضرتك تعالج حاجه انت مش شايفها. فلما بنشوف ابتدي الموضوع يختلف تماما. ابتدي بقى لا ده في قناه ده في اتنين. احيانا الكتب بتقول لنا ان الجدر السنه دي فيها قناتين ونلاقي فيها ثلاثه واربعه وخمسه لان احنا شايفين ده. فاقدر اخلص الموضوع ده كله في 10 دقائق المريض ما يحسش بالم. ليه؟ لان انا اقدر اتفادى الحاجه اللي ما هي اللي هتسبب له الم لان انا شايف هو انا بعمل ايه. فده اللي مع الميكروسكوب. انا بيعجبني جدا بقى دلوقتي في فكرك الخطه. بقيت منتظر الخطه. يا ترى ايه هي خطه العلاج؟ تعالوا نشوف مع بعض. هنا الجزء اللي مش موجود من السنه ده هبتدي ان انا اشيل بالظبط على قد الجزء المسوس او مش موجود او المكسور بالميكروسكوب بحيث ان احنا ما نفقدش جزء كبير من ماده السنه الطبيعيه. ودي الحقيقه الميزه اللي بيديها لنا الميكروسكوب لان احنا لما بنشتغل على قد بالظبط كده فيبقى انا بالتالي كمية الحاجات المفقودة من السنة بتبقى قليلة جدا وفي نفس الوقت مفيش ألم لأن أنا الكمية اللي بتتشال بتبقى قليلة جدا فما بتلحقش تعمل إشارة للعصب.
بعد كده هنبتدي نصور لها الجزء اللي احنا حضرناه باستخدام الكمبيوتر، ونخلي الكمبيوتر يعمل لنا ديزاين يعوض لنا الجزء بالضبط المفقود من السنة، ونبتدي بعد كده ان احنا نلزقه ويبقى هو والسنة حاجة واحدة، اكن مفيش سنة ما كانش فيها حاجة، اكنها لسه طالعة في البق بالضبط، مع انها تقعد 15 سنة ما يجرالهاش حاجة، وبتبقى مضمونة من السنة لمدة 15 سنة ما يجرالهاش حاجة. خطة رائعة جدا. بعد فاصل قصير هنشوف هذه الخطة كيفية تطبيقها. انا فهمت بقى، بس هراجع معاك، راجع لي بقى مشكلتك كانت بحاجتين اللي هما ايه؟ واحد اول حاجة السنتين حاجة مش موجودة وحاجة مسوسة خالص. مسوسة، فالمسوسة دي هنبتدي ان احنا بنصور، ونبتدي بعد كده نشيل بقى الجزء المسوس ده بالمايكروسكوب، ونشوف بقى توصل للعصب ولا مش هتوصل. يعني لو هتوصل للعصب يبقى واثق تماما المريض لما الدكتور بتاعه شغال، اذا مايكروسكوبيك دكتور هيبقى واثق تماما انه مش الدكتور اللي عمله اللي وصلها للعصب، لان في مرضى تعالى يقول لك ده الدكتور حفر لي في السنه ووصلها للعصب. لا، لما تشتغل بالمايكروسكوب احيانا كان بيحصل الكلام ده، لما تشتغل من غير مايكروسكوب كانت الاداه كبيره وانت تشتغل انت مش شايف والكلام ده كله، تشتغل بالمايكروسكوب انت بتشيل بالظبط على القد. لو هي فعلا التسويس وصل للعصب يبقى هتحتاج حشو عصب، يبقى فعلا كانت سنتك محتاجه حشو عصب. لو مش هتوصل يبقى لو في ربع ملي ما بين من العاج ما بين العصب وما بين التسويس الدكتور هيحافظ عليه ومش هتقلب حشو عصب. حلو قوي. اذا ما زلنا بقى في تنفيذ الخطه ومع هدير لسه مستمرين بعد هذا الفاصل. الحوار مثير جدا لانه جميل قوي ان احنا نشوف كيس بروبلم. طبعا هناك ملايين الهدير. صح كده؟ اكيد. يعني احنا بنجيب اكزامبل، لكن مين في مصر ما انا مش عايز احكي لكم بعد هذا الفاصل. خليكم معانا. اوعوا تفتحوا.